عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن، جاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت يا لكع ابن لكع، جاهد بالصمت، جاهد بالصمت. رأيت الكلام يزين الفتى، والصمت خير لمن قد فهم. لماذا يا حماس، لماذا يا حماس قاتلتم اليهود وهيجتموهم على غزة حتى أبادوها؟ أليس الأولى يا حماس أن تبقوا محاصرين خانعين لليهود حتى لا يقصفوا الناس؟ أليس الأولى بكم أن تجعلوا اليهود يحكموا أرضكم وبلادكم وينتهكوا أعراضكم ولا يقصفوا البلاد والعباد؟ هذا سؤال بعض المسلمين الذين لم يفهموا حقيقة الصراع في فلسطين، الذين لا يعلمون أن اليهود يريدون أن يستسلم المسلمون ويحكموهم ويذلوهم كما فعلوا في مناطق أخرى في فلسطين. ولو لم يبدأ المجاهدون بتحرير أرضنا من اليهود لازداد اليهود في طغيانهم. يريدونك أن تقتنع أن المعركة بين حماس وإسرائيل، يريدونك أن تقتنع بأن أناسا قد تخاصموا على قطعة أرض ولكل منهم حق فيها، كما أقنعوك في السابق أنها قضية سوريين بين حاكمهم وبين شعبه لا علاقة لك بهم، وكما أقنعوك في السابق أنها قضية عراقيين طائفية ليست غزو كافر غاشم، وكما أقنعوك في السابق أنها قضية ليبيين مع بعضهم، وأقنعوك أنها قضية تونسيين لا تتدخل بهم، وهكذا حتى ينفردوا بالمجتمعات المسلمة بلدا بلد، ولا تستطيع أن تحرك ساكنا بحجة خليك في بلدك وما لك علاقة في الآخرين. عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. رسالة لك يا أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، فإنه أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة، ابن القيم يقول: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يا أبا عبيدة، إن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت عالما وتخالف فارجع. يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن. يا أبا عبيدة، ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربها على التوحيد، علم أطفالها من ربك وما دينك ومن نبيك، علم نساءها من ربك وما دينك ومن نبيك، علمهن الحجاب الشرعي، علمهن كيف يعبدن الله، علمهن كيف يمتن على التوحيد وعلى السنة، علمهن ذلك كما علم الصحابة العالم كله. لقد كان فتحا للقلوب وليس للبلدان، لقد كان فتحا بالإسلام لا بغيره من الأوطان. وطنك الأكبر يا أبا عبيدة هو الإسلام، هو الإسلام، هو أحكامه، هو دينه. فإن كنت صادقا فبلغ هذه الرسالة، واعمل بمقتضى هذه الرسالة، واعمل بمقتضى الأحكام الشرعية. إن كنت ضعيفا فلك مندوحة في صلح، في بذل كذا. من حصاد الأربعين أيها السادة أن الهداية عزيزة، الهداية مكتسب عزيز. لذلك أكثر سؤال تردده كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. ومن عز الهداية أن بعض البدهيات قد تغيب على من كبرت لحيته واستدارت عمامته، فسألوا الله تعالى الهداية.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إننا نسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، ونسأله الهداية في السجود. وكان سيدي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بسؤال الله تعالى الهداية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ويختم صلاته بالليل قائلا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي قل: اللهم اهدني وسددني، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فسألوا الله الهداية. من فروع هذا الحصاد أن الهداية عزيزة، من حصاد الأربعين أن الصمت أيضا ستر رقيق يضفيه الله تبارك وتعالى على مريضات العقول وعلى سيئات الأفهام التي أبت إلا أن تتعرى. ليتها طفقت تخصف من ورق الصمت ما يستر عورتها ويواري سوءتها. ولا الصمت خير من كلام بمأثمي، فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. لذلك من هنا أقول: يا لكع يا ابن لكع، جاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت. يا لكع ابن لكع، جاهد بالصمت، جاهد بالصمت. رأيت الكلام يزين الفتى، والصمت خير لمن قد فهم. فكم من حروف تجر الحتوف، ومن ناطق ود لو سكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا الذي أوردني الموارد وأمسك بلسانه، ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ليت بعض الناعقين ليتهم سكتوا فستروا ما في بطونهم من الغل والحقد على بعض الناس. الخلاف المنهجي مع بعض المسلمين لا يبيح لك أن تصطف مع الآخرين الذين يقتلونهم، لا يحق لك أن تقتقدهم في هذا الموطن الذي هو ليس موطنا للانتقاد. والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرينه. رحم الله امرأ تكلم فغنم، أو سكت فسلم. فجاهد بالسكوت، جاهد بالسكوت. ولولا هرتقة لا تجوز، ما رد الحسين على الأرجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن يستنقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب نصرته. إذا جبنتم ولم تستطيعوا نصرة إخواننا في غزة فافسحوا المجال لمن أراد نصرتهم. إذا خارت قواكم وخشيتم على مناصبكم فهناك من الشعوب من يحمل روحه بين كفيه، فدعوهم يذهبوا. هذه المعركة تعنينا، هذه معركتنا، هذه معركة الأمة، لا يحق لأحد أن يختزلها عنده، لا يحل لأحد أن يقول للأمة: أأذن لكم أو لا أأذن.